حكاية تبان بسيطة لكن عمقها كاشف لحالنا. كنت نازل اسحب فلوس من الاي تي ام، ركنت العربية صف تاني قدام البنك ونزلت على اساس اني هسحب على طول وهمشي. لما وصلت لقيت مكانتين، واحدة عليها طابور كبير والتانية مفيش حد عليها خالص. عملت ناصح زي اي حد وسألت هي دي بايظة؟ قالوا لي لا ما فيهاش فلوس. فوقفت في الطابور وكل شويه حد يجي يسال هي بايظه ولا ايه، نقول له ما فيهاش فلوس فيقف في الطابور. جه امين شرطه ولزق لي مخالفه محترمه، سبت مكاني وجريت عليه. قلت له انا دقيقه وهمشي، لكنه طلع من الشرفاء وما رضيش يتهاون. استعوضت ربنا ووقفت تاني في الطابور. كان اول واحد بيسحب تقريبا اول مره يتعامل مع المكنه ومش فاهم حاجة، والمكنة طلعت له الكارت يجي 10 مرات أو أكتر. جه واحد دخل على المكنة البيضة من غير ما يسأل الناس، دخل الكارت سحب الفلوس مشي. كلنا بصينا لبعض وبدأنا نقول مين اللي قال إن ما فيهاش فلوس. فطلع الشخص اللي واقف في أول الطابور ومعطلنا كلنا، معرفش يسحب ففكر إن ما فيهاش فلوس فقلل اللي وراه، واللي وراه قلل اللي وراه، وهكذا. يعني أنا انضريت وخدت مخالفة وتعطلت بسبب إني سألت الناس وصدقت كلامهم. والناس للأسف بتمشي ورا بعض من غير ما تتأكد، وطلع اللي ماشيين وراه ما بيفهمش في النوع ده من التكنولوجيا. كلمتين ونص، ما تصدقش غير اللي تشوفه بعينيك، ما تمشيش ورا كلام حد بطريقة مطلقة، ما تخليش حد أعمى يقودك، خلي كل تفاصيل حياتك نبعة من اقتناعك مش من رأي الناس، علشان ما تتعطلش ولا تاخد مخالفات ولا تلبس في الحيط. قيس على كلامي كل حاجة في حياتك، علاقات اجتماعية وعاطفية وأسرية وعملية. فكر في اللي تسمعه وصدق اللي تشوفه. أسامة أس